مدير ولا لا مدربين كشريش عمل الله مدير ريكو حلو مربتك سلامي بحر الله مدير ولا لا Your Excellency Minister Abdulbaqi Gilani Minister of Mineral Resources of the Republic of the Sudan Honorable delegates from the Arabian Nubian Shield countries colleague ministers وعند افتتاح المؤتمر قدم معالي وزير الطاقة والتعدين السيد أحمد حاج علي كلمة ذكر فيها أن التئام مؤتمر أسمر الجيولوجي يعتبر مناسبة تاريخية في الوقت الذي تزدهر فيه صناعة التعدين في المنطقة، مشيرا إلى أن منطقة الدرع العربي النوبي منطقة غنية عن التعريف بما تمتلكه من معادن ثمينة ناهيك عن المعادن العضوية والمواد التي تستخدم في الصناعة والبناء، مؤملا أن يلعب المؤتمر دوره الأساسي في تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في البلاد. وأوضح معالي الوزير أحمد حاج علي أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين في إريتريا وضع ضمن أهدافه تشجيع استثمارات متنوعة لتحقيق أعمال تنقيب واستخراج للمعادن ومن ثم التسويق لهذه الإنجازات وضعا في الاعتبار الاقتصاد الاجتماعي والآثار البيئية التي قد تنتج عن المصانع، مؤكدا على أن الموارد المعدنية الثمينة تعتبر أحد أهم القطاعات التي تضمن النمو الاقتصادي في إريتريا. Processing and marketing of its mineral deposits. Greater attention is given to the socio-economic and environmental impact of the industry. في ختام حديثه أشار معاليه إلى أنه ورغم الحظر الجائر الذي فرض على إريتريا إلا أن قطاع التعدين لم يتراجع بل أخذ في النمو والازدهار، داعيا إلى الانضمام إلى إريتريا في رحلة مشتركة لتحويل التحديات إلى فرص. Generating income, producing foreign exchange, creating employment, stimulating regional development and providing government revenue. وعلى هامش المؤتمر التقينا بمعالي وزير الطاقة والتعدين السيد أحمد حاج علي لمناقشته حول أهمية المؤتمر الجيولوجي. In this spirit, I declare the Asmara Geo Congress 2011 open. May it be a very successful congress. For those who graced us with their presence from abroad, I wish you a nice stay in Eritrea. Thank you very much for your attention. صناعة التعدين في جميع أنحاء العالم هي نوع من استراحة الجيولوجيا واستراحة المحارب، إنه يرجع من الفيلد وفي فترة معينة يلتقوا يتفاكروا يتشاوروا، يلتقي فيها الجيولوجيين مهندسي التعدين المستثمرين أصحاب الخدمات إلى آخره، فهو نوع من ملتقى ونوع من سياحة سياحة مؤتمرات، عارف كيف؟ فيلتقوا ويعني يحددوا سنويا في نوع معين يكون الجو مريح ويلتقوا يتفاكروا يناقشوا، فالمستثمر زي ما كانوا يطرحوا الآن زي ما شفتوا إنه أفكارهم يبيعوا الأسهم يشوفوا أماكن جديدة للتنقيب والاستكشافات، فهذه هي الفكرة أصلاً. فمتبعة في أستراليا مثلاً في سنوياً يعقد مؤتمر يسموه أفريكا داون أندر، معناها أفريقيا للجيولوجيا، في ساوث أفريقيا في جنوب أفريقيا في ملتقى سنوي يسموه إندابا، وإندابا بلغة الزولو معناها ملتقى، في كندا في شهر مارس سنوياً في ملتقى، والصين دخلت الآن وعندهم في نوفمبر هنحضره إن شاء الله في يسموه تشاينا ماينينج. فالفكرة هي أنه نوع من سياحة مؤتمرات إضافة إلى عرض ما لديك للمستثمر، فهذه الفكرة أصلا. طيب بشكل عام يعني كيف نقدر يعني نصف الموارد الطبيعية والخيرات الموجودة في إريتريا؟ إريتريا كنز، المهم إريتريا كنز يحتاج إلى مستثمرين،
زي ما شفنا في الخارطة هي جزء كبير من الدرع العربي النوبي اللي هو يمتد زي ما كان بيذكر من مصر مرورا بالسودان وصولا إلى إريتريا وبعد أجزاء شمال إثيوبيا. أما الدرع العربي فيبدأ من اليمن وينتهي بالأردن. فهذه يعني هي جيولوجيا واحدة. فإذا حصل استكشاف في منطقة أنت حتستبشر غير أنه عندك هذا الشيء. فإذا درست مع بعض فحتتوصل إلى فكرة أنه في شيء ممكن الواحد يبحث عنه كهدف. جميل. طيب سعادة الوزير، ماذا لو تحدثنا بشكل عام عن قوانين الاستثمار هنا في إريتريا؟ هل هي مشجعة؟ قوانين الاستثمار في إريتريا بشكل عام وخلافا للتعدين أنه هي منافسة جدا ومشجعة مقارنة ومقاربة مع دول الجوار. زي ما ذكر المتحدث الأخير أنه إريتريا توضع في أعلى المراتب في جذب المستثمر لأنه مسهلة وان ستوب شوبينج زي ما يسموها، أنه ما فيها أخذ وجذب. فمستثمر يجي يطرح البروبوزال بتاعته اللي هو الفكرة تدرس، والطريقة اللي نستعملها هي أنه first come first serve، أنه أول واحد يجي نعطيه الأولوية وخلال 90 يوم إحنا نرد عليه أو سلبا أو إيجابا. فالأشياء اللي نحن ندقق فيها هي فنيا وماليا لازم يكون متمكن عشان نعطيه الرقعة والرخصة للتنقيب اللي هي لمدة سنة، بعدها تتحول الاستكشاف لمدة 3 سنوات وممكن تجدد سنتين، بعدما تكتمل كلها يدخل لمرحلة التعدين. I feel honored and privileged to address you all in ASMRA Geo Congress 2011. I'm especially grateful to His Excellency Minister Ahmed Haj Ali for extending his cordial invitation to me. كما قدم معالي وزير المعادن السوداني كلمة عبر فيه عن شكره للوزير أحمد حاج علي لدعوته للمشاركة في سبيل تعزيز التعاون الفني في مجال الجيولوجيا والتعدين والمساهمة في المؤتمر الذي يشهد مشاركة قوية للناشطين في مجال التعدين، علاوة على دول الدرع العربي النوبي لتبادل الآراء والتجارب وتحقيق التنمية المستدامة للموارد المعدنية في المنطقة. Of this region's mineral resources. It is impressive to see that large number of national and foreign delegates, scientists, engineers, and decision makers are participating in Geo Congress held in this charming capital, Asmara. I'm sure that this Geo Congress will provide a useful forum for them to achieve its aim. Excellencies, ladies and gentlemen, the Arabian Nubian Shield is a unique exposure of neoproterozoic basement rocks on the flank of the Red Sea. It covers Sudan, Eritrea, Somalia, Egypt, Saudi Arabia, Yemen, Jordan. The ANS contains substantial. أوضح معالي الوزير جيلاني في كلمته أن الموارد المعدنية المتنوعة والغنية التي تتمتع بها منطقة الدرع العربي النوبي ينبغي استغلالها بالشكل الأمثل للمساهمة في رفاهية ورخاء شعب المنطقة. الدكتور الشيخ محمد عبد الله نائب مدير الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات والبحوث السودانية، والمستشار الجيولوجي إبراهيم شداد كانا ضمن الوفد السوداني الذي شارك في المؤتمر، فارتأينا أن نجري معهما اللقاءات التالية. لهذا المؤتمر أهمية عظمى لأنه يكشف الستار عن الكنوز والمعادن التي تتميز بها الشقيقة إريتريا، والتي أيضا تمتد من خلال التراكيب الأخرى في الدول المجاورة إلى الجنوب وإلى الشمال وإلى الغرب خاصة في السودان.
أن هنالك أهمية قصوى للمعادن التي تتمتع بها الشقيقة أريتريا، خاصة الذهب، والكل يدرك ويعلم أسباب ارتفاع أسعار الذهب بعد اتجاه العالم بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة إلى الذهب كمخرج للاستثمار وكضمان لحفظ الثروات، كما أن معادن الأساس مثل الزنك والنحاس فهي معادن هامة للبنية التحتية من توصيلات الكهرباء ومن الصناعات الدقيقة والإلكترونيات وهكذا. ولا ننسى أيضا المعادن الاستراتيجية كالأسمدة مثل البوتاش والذي الآن وجد في أريتريا. لكل هذه الأسباب نجد أن كل الأعناق في العالم تتوق نحو أريتريا ونحو المناطق التي عندها جيولوجيا أو بنية جيولوجية وتركيبية مثل التي في أريتريا، خاصة فيما يعرف عندنا بالدرع العربي النوبي. والذي لفت النظر أن وجود أوجه جديدة لقد شاركته في المؤتمر في العام السابق، فهنالك حماس أكثر وهنالك نظام أكثر وهنالك نقدر نقول إنه الآن يقف هذا المؤتمر كحدث عالمي في الكالندر العالمية، بالتأكيد بسبب الجهود التي بذلتها الدولة والوزارة واللجنة المنظمة، فلهم منا كل الشكر والتمني للتقدم إلى الأمام. معروف على أنه السودان وأريتريا بيكون جزء مقدر من الجزء الأفريقي أو الجزء النوبي من الدرع العربي النوبي، وهذا المؤتمر الذي بادرت أريتريا بعقده للمرة الثانية نعتقد أنه له ما بعده. وفي هذا السياق يعني احنا ندعو في وزارة المعادن السودانية وفي زراعنا التنفيذي العلمي الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن التعاون بيننا وبين رصفائنا أو المؤسسات في أريتريا في هذا الجانب الفني ما يكون في القاعات المكيفة في كل من أصل الخرطوم، لابد أن نخرج كعلماء ونقترح عمل مشترك عبر الحدود المشتركة بيناتنا من أجل توطين التعدين وزيادة رفاهية القبائل المشتركة في حدودنا المشتركة الطويلة. ونظم في المؤتمر معرضا مدعوما بالصور لعكس مسيرة التعدين في إريتريا. في ظل أوضاع اقتصادية خانقة تمر بها العالم، وفي الوقت الذي أصبحت فيه الموارد الطبيعية المخرج الوحيد من هذا المأزق، يأتي المؤتمر الجيولوجي للتعدين ليبشر بمستقبل واعد في إريتريا. So first of all, I'd like to introduce Eric Donto, who is the chief mine geologist at Bishamine. وقدمت في المؤتمر أوراق قيمة استعرضها خبراء جيولوجيون وأكاديميون عملوا في مجال التعدين والتنقيب في مختلف بقاع العالم ومنطقة الدرع العربي النوبي بشكل خاص، واكتسبوا خبرات وتجارب عكستها البحوث التي قدموها في المؤتمر، استعرضوا من خلالها رحلة عملهم في إريتريا وفرص الاستثمار التي أتيحت لهم. قدمت هذه الأوراق على مساقين، منها إدارية فنية تتكلم عن الشركات وعن مواقف الشركات، وهذه فيها البشرة للشعب الأريتري ولنا خاصة في الجوار، أن هنالك العديد من المناجم التي إن شاء الله بإذن الله تعالى بدأت مسيرة التعدين وتدخل في الحلقة الاقتصادية، وهنالك العديد من المناجم في الصف تدخل إن شاء الله في هذا العام أو في بداية العام القادم في الإنتاج، وهذه بشرة عظيمة للإخوة
المواطنين والشعب الأريتري.